أهلا بكم مشاهدين إلى أبرز الأخبار في دقيقة. تقرير رسمي يؤكد أن الغواصة الأرجنتينية فقدت جراء انفجار. مواقع أمريكية على لائحة بيونغ يانغ للضربات النووية. القوات العراقية تمكنت من تحرير 77 قرية وتسيطر على مطار جنيف جنوب قضاء الحضر. دول المعارضة السورية تتفق على إرسال وفد موحد إلى جنيف. وبعيدا عن السياسة، ربع نساء العالم يواجهن معاملة مخيفة على الإنترنت. وفي الصحة، الإسبرين والإيبوبروفين قد يهددان الكلى إذا استخدموا من دون استشارة الطبيب. وفي التكنولوجيا، جوجل تقر بأنها تواجه مشكلة في معرفة الحقائق وتمييزها عن غيرها من المعلومات الخاطئة. وفيسبوك تختبر إضافة إحدى مزايا سناب شات إلى مسنجر.